السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق. نستهلها بالعناوين: وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم تدعو لتحديد حصص المخابز وفقا لاحتياجات الولاية. رئيس الأركان المشتركة يمتدح دور شركة زادنا في دعم القوات المسلحة. برنامج تدريبي بولايات كردفان على طرق وأساليب الإنتاج الحديثة يستهدف منتجي الضان. أهلا بكم مشاهدينا. دعا المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة مراقبة دقيق الخبز المدعوم بولاية الخرطوم تاج الدين عثمان سعيد محليات الولاية لتحديد حصص المخابز من الدقيق المدعوم لكل محلية حسب احتياج المخابز. وقال لسونا إن تحديد حصص المخابز من قبل المحليات يأتي بغرض تحقيق عدالة التوزيع الذي يقوم به وكلاء لمخابز الولاية البالغة 3739 مخبزا. وكشف عن ضعف حلقة مراقبة الدقيق المدعوم من قبل الدولة، ودعا إلى ضرورة وجود رقابة مشتركة تضم إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة الولائية جهات شعبية بالأحياء لتفادي تسريب الدقيق المدعوم وتغطية احتياجات المواطنين من الخبز. وتطرق إلى تشكيل لجنة بالولاية تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة في أوزان الخبز. تفقد رئيس الأركان المشترك المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين شركة زادنا للإنتاج الزراعي والحيواني بمقرها بالكدرو، وكان في استقباله المدير العام للشركة اللواء الفاتح عوض الله ومدير الإنتاج الزراعي والحيواني أحمد جمال إلى جانب مدير الشركات ورؤساء القطاعات والأقسام وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتلقى شرحا ضافيا حول أنشطة الشركة الحالية والمشروعات الجاري إنفاذها إضافة إلى خطتها المستقبلية. وخلال الزيارة أشاد الحسين بمستوى أداء الإدارة التنفيذية لشركة زادنا والعاملين والنظام الذي تقوم عليه الشركة، معددا إسهاماتها في دعم القوات المسلحة، وأشار إلى الأدوار المرتقبة لزادنا في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التحول الاقتصادي المنشود بالبلاد في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود وتوظيف القدرات والإمكانيات. نظمت شركة دال للأعلاف برنامجا تدريبيا لمنتجي ومربي الضأن بكردفان بهدف تدريب المنتجين والرعاة على أحدث أساليب تربية الضأن بغرض الصادر، وشمل البرنامج مناطق الخوي، أم صميمة والأبيض وأم روامة. وقال ممثل شركة دال للأعلاف مصعب عبد الله إن الشركة تنظم البرنامج مساهمة منها في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة صادرات الثروة الحيوانية وتربية أنواع من الضأن بمواصفات محددة تمثل اشتراطات السوق العالمية، وذلك بالطرق العالمية الحديثة في نظام التغذية والرعي والتسمين والحجر البيطري. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف أيضا منتجي الألبان في عدد من المناطق بكردفان ذات الميزات النسبية في إنتاج الأبقار لزيادة وجودة المنتج من الألبان واللحوم. البرنامج حقيقة يعني يطرح في محاولة من الشركة للاستفادة من إمكانيات التسويقية وتوجيه البرامج التسويقية في إطار إنها توجه للشرائح الممكن تستفيد منها في العملية بتاعة التطوير للثروة الحيوانية. البرنامج بدأ في منطقة أم صميمة ومنطقة الخوي وثالثا الأبيض، وهيكون عندنا إن شاء الله دورة رابعة في أم روابة. البرنامج أهدافه واضحة، هو تطوير المنتجين ومساعدتهم في تطوير إنتاجهم بالنسبة للسعية، بالنسبة للأبغار الحلوب وأبغار التسمين وتسمين الضأن. من جهته دعا ممثل منتجي ومصدري الضأن الصحراوي رباح سالم السلطات المختصة إلى ضرورة تمليك المعلومات الصحيحة للمنتجين والمصدرين عما أشيع حول إيقاف صدر الضأن، وهو أمر تسبب في إرباك السوق مما أدى لخسارة كبيرة، مؤكدا على أهمية مواصلة الإنتاج بمواصفات ورؤية جديدة تلبي حاجة ومواصفات السوق الخارجية. نقول للمنتجين لا تتكاسلوا ولا تتوقفوا عن بهايمكم، لأن البهايم دي إذا هي أصلا سمنت وجابت لحم إذا بعتوها على الجزار بتستفيدوا. الواحد ما يخلي قطيعه وما يخلي بهايمه ويقول التصدير وقف وانا تاني ما بنشتغل وانا تاني البهايم دي بتضيع فوق ايدي والبهايم بتعمل لي. لا، البهايم لو انتجت حملان بتزيد، ولو انتجت شحم وعلفتوها بتزيد، واذا ضبحتوها للمواطن بيستفيد منها يعني.
ونتمنى من الجهات المسؤولة تأكد لنا إن نحن نقتنع إنه بهايمنا دي فيها مرض ونقتنع على كده نجيف ونربي محلي ونبيع محلي ولا في معالجات. أكد رئيس تجمع المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة على أهمية تدريب المهندسين الزراعيين للدخول في زراعة العروة الشتوية، خاصة زراعة وحصاد محصول القمح بالمشروع. وقال المهندس عمر عبد الملك إن الدورة التدريبية التي ينظمها التجمع بالتعاون مع إدارة مشروع الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية تهدف لتدريب المهندسين على الاستخدام الأمثل للآليات الزراعية وزراعة القمح بصورة صحيحة تفاديا لسلبيات الزراعة في الأعوام السابقة. وأشار إلى أن نجاح فصل الخريف وهطول الأمطار بصورة غزيرة هذا العام استوجب استخدام الآليات في عمليتي الزراعة والحصاد للتقليل من فاقد القمح. وأضاف أن انتشار المهندسين داخل المشروع سيسهم بشكل فاعل في نوعية المزارعين أو في توعية المزارعين وتطبيق التقنيات المطلوبة في العمليات الزراعية. هذه الدورة تقام تحت ما يعرف بالTOT أو تدريب المدربين، فنحن نأمل من هؤلاء الإخوة المدربين الذين حضروا هذه الدورة أن يتلقوا المعرفة الكافية وأن يتلقوا الخبرة الكافية وأن يتلقوا المهارات الكافية لضبط هذه الآلات وتشغيلها ونقل هذه المهارات والخبرات التي سوف يكتسبونها إن شاء الله خلال هذه الدورة إلى إخوتهم في أقسام المشروع المختلفة. إلى ذلك قال المهندس ياسر عبد الجليل إن الهدف من الدورة التدريبية إتمام العمليات الزراعية بصورة غير تقليدية كما كان يحدث في السابق. وقال إن المهندسين المتدربين الذين تم استيعابهم حديثا بالمشروع سيكونون نواة لتأسيس زراعة القمح بالصورة المطلوبة. الشكل الثاني هو تدريب على آليات الحصاد في المستقبل، وتدريب على آليات الحصاد في المستقبل يتطلب أنه حتى لا يكون هناك فاقد في الحصاد. فاقد الحصاد كبير جدا، يصل إلى عدد كبير جدا من الشوالات يعني، والمسألة دي ما بتصهر إلا بعد الموسم الثاني عندما يروى المساحة المزروعة. تتواصل جولتنا الاقتصادية من قناة الشروق، تتابعون فيها بعد قليل. الدولار يصعد بفضل تقدم في اتفاق التجارة الأمريكية الصيني. أهلا بكم مشاهدينا، نواصل جولتنا الاقتصادية من قناة الشروق بعد هذا الفاصل. خفضت أسعار النفط لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها من ارتفاع امتد لثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن أفاق الطلب على الوقود. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4% إلى 56.2% دولار للبرميل، كما ارتفع الخام القياسي 0.5% في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من 4% في الأسبوع. أما الدولار فقد صعد بعد أن اقترب مسؤول التجارة الأمريكية والصينيين من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لاتفاق التجارة حسب ما ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، لكن بيان المكتب خلا من تفاصيل بشأن مجالات التقدم. وارتفع مؤشر الدولار 0.20% في معادلات معاملات بعد الظهر إلى 97.826، وأمام اليورو وارتفعت العملة الأمريكية 0.21% إلى $1.108 من الدولار. وقال مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في كريدي سويس، معظم القوى المحركة لأسعار الصرف الأجنبي في العام المنقضي جاءت من توترات التجارة العالمية، لذا أي شيء يؤثر على ذلك السرد إيجابا أو سلبا سيكون محركا أكبر من بيانات اليوم. وأشار إلى أن الحدث الرئيس التالي سيكون قمة أوبك منتصف نوفمبر القادم. قفز الذهب حوالي 1% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ اتجه المستثمرون للمعدن في ظل المخاوف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق المتزايد من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما بلغ البلاديوم ذروته على الإطلاق بالدعم من نقص في إمدادات المعدن الذي يستخدم في تحفيز التفاعلات الكيماوية. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى $1,514.40 للأوقية،
ووافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على طلب لندن تمديد مهلة الخروج من الاتحاد، لكنه لم يحدد موعدا جديدا للانسحاب، ليعطي البرلمان البريطاني المنقسم وقتا لاتخاذ قرار بشأن دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتخابات مبكرة. مشاهدينا، في ختام نشرتنا الاقتصادية نذكر بأبرز العناوين. وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم تدعو لتحديد حصص المخابز وفقا لاحتياجات الولاية. رئيس الأركان المشتركة يمتدح دور شركة زادنا في دعم القوات المسلحة. برنامج تدريبي بولايات كردفان على طرق وأساليب الإنتاج الحديثة يستهدف منتجي الضان. نهاية هذه النشرة الاقتصادية مشاهدينا قدمناها من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net. دمتم في أمان الله.